الخبز تقليل شويه لان الناس كثيره بزاف. المهم الا كاين شي مهرجان ولا شي حاجه الخبز كيكون قليل في التفاوت لان ما كاينش بزاف ديال الفران، كاينين تقريبا ثلاثه ديال الفران. المهم ما كاينش الكفايه ديال الخبز بزاف اللي غتكفي، ولكن كاينين هذا الخبز ديال تيفورنا. المهم هما اللي كيمولوا شويه، ولا الخبز كيجي من تقريبا كيجي من واحد الفران اخر في دواس ملال. كاين نموري القهوي كيديروا الطلب لذاك الفران، كاين في دواس ملال تما ما باش الا كاين بزاف ديال الناس والمهرجان سميتو. المهم الخبز كيكون خاص في تفراوت، ولكن دوك الايامات الاخرى المهم الخبز كيبقى عاوتاني كيشي، لان تفراوت راه غير مدينه صغيره ماشي شي مدينه كبيره زعما اللي غادي يخصهم يزيدوا الفران، ولا الا جا بلاصه زادوا فران شي حاجه عاوتاني الفران الاخرين غادي يلقصوا في الخدامه ولا غادي ولا. المهم هادشي اللي سميتو الايامات الاخرين كيكون الخبز زعما كافي تفراوت ومازال كيشد لينا، لان انا واحد من الحريفيه ديال الخبز، انا واحد اللي برور اللي كنفرق القهوي وكنفرق المهم الحوانت، كنهضر في واحد الباتيسري هنايا حلويات. المهم الايامات الاخرى الخبز كيكون كافي في تفراوت. المهم هاد الايامات ديال المهرجان كيكون الخبز خاصنا بزاف، كيكون عندنا الضغط وكيكون عندنا بزاف ديال الكوموندات. غير غدا ان شاء الله راه عندنا تقريبا 4000 كوموند من غير داك الشيء اللي غنعطيو للقهاوي وداك الشيء اللي غنعطيو للمحلبات. المهم من غير داك الشيء اللي غنعطيو للناس ديال تفراوت عندنا الكوموندات غير ديال الدواور اخرين. المهم الناس كيديروا المعارف، كاين اللي كيدير شي سلوكه، كاين اللي كيدير المهم هاد الشيء اللي كاين.